قوات الأسد تستجلب مرتزقة في المعارك ضد الثوار، والتدخل الروسي الإيراني يعرقل محادثات الشهر الجاري. تحالف القوى السنية العراقية يقاطع جلسات البرلمان والحكومة ويطالب بحماية دولية من جرائم الميليشيات الطائفية. ونائب الرئيس اليمني يؤكد لأخبار الآن مضي الشرعية بدحر الإرهاب واستكمال الإعمار في المناطق المحررة. السلام عليكم وأهلا بكم في استوديو الآن الذي يأتيكم مباشرة من استوديوهاتنا في دبي. مشاهدينا، البداية من الرياض، حيث قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، قال إن المباحثات السعودية الفرنسية تركزت على محاربة الإرهاب في المنطقة والعالم، وتناولت أيضا التحالف الإسلامي العسكري الذي تم تشكيله مؤخرا بقيادة المملكة. بدوره أكد فابيوس أن بلاده تولي أهمية كبيرة للأمن في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ القرار رقم 2216 لمحاربة الإرهاب لأنه أصبح يهدد العالم أجمع. بحثنا الموضوع الإرهاب بشكل عام، واتيحت لي الفرصة أن أشرح لمعاليه التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب والتطرف وكيف وما توصلنا إليه في هذا المجال، كما بحثنا آخر المستجدات التي تتعلق بدور إيران السلبي في المنطقة وتدخلها في شؤون دول المنطقة. وصلت أمس قافلتا مساعدات إلى بلدة مضايا ومدينة الزبدان بريف دمشق بحسب ما ورد عن ناشطين سوريين في إطار ما يعرف باتفاق الزبدان وكفرية والفوعة، في حين طالب ستيفن أوبراين نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بإجلاء 400 مريض من مضايا على الفور لعلاجهم. تشهد مدينة الشيخ مسكين بريف درعا منذ 28 من شهر ديسمبر الماضي حملة عسكرية شرسة تشنها قوات النظام وحلفاؤها بإسناد كثيف للطيران الحربي الروسي، تجاوز 450 غارة جوية، وتهدف الحملة إلى السيطرة على مدينة الشيخ مسكين، إلا أن فصائل الجبهة الجنوبية لم تزل مسيطرة على القسم الأكبر من المدينة أو الأكبر من المدينة الاستراتيجية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. معارك على أشدها في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا تدور بين الجيش الحر وقوات النظام منذ بداية الشهر الجاري، تمكن خلالها النظام من السيطرة على ثلثي المدينة بعد قصف جوي مكثف وغير مسبوق. استهدف الجيش الحر الذي يواجه قوات النظام بأسلحة خفيفة ومتوسطة أمام ترسانة النظام العسكرية التي سهلت اقتحامه المدينة من 3 محاور. منذ أكثر من 25 يوم تتعرض الشيخ مسكين لقصف جوي كثيف بطائرات روسية ومساندة برية إيرانية وعراقية، وتم أخذ عدة مراكز من الشيخ مسكين من عدة محاور، لكن المجاهدين بهمتهم العالية وبسلاحهم الخفيف تم التصدي لهم وتوقيفهم بعدة محاور، وتم اغتنام عرب الشيركة وتدمير أكثر من دبابة. تمكن الجيش الحر في الشيخ مسكين من صد تقدم قوات النظام إلى أحياء المدينة الشرقية والشمالية، كما تمكن من استعادة السيطرة على بعض الأبنية بالقرب من اللواء 88 الذي يخضع لسيطرة قوات الأسد، وتستمر الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين قوات الجيش الحر والميليشيات الطائفية الموالية للنظام على عدة جبهات في المدينة. حاول النظام أكثر من شهر بمحاولة اقتحام مدينة الشيخ مسكين، رغم ضعف الإمكانيات لدينا قمنا بالتصدي له من خلال الأسلحة المتوسطة لدينا والأسلحة الخفيفة، والآن نقوم بشكل يومي بالتصدي له رغم أنه يقصفنا بالطيران الروسي والدول المساندة له، والآن نحضر لخطة عمل لاسترجاع جميع النقاط التي تم السيطرة عليها. بتخطيط روسي وقوات برية غير سورية يواجه الجيش الحر معاركا على عدة جبهات ضمن سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها الأسد وحلفاؤه في درعا، لينتقل الجيش الحر من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم وتنظيم الصفوف. معركة كر وفر غير متساوية القوى في جنوب سوريا، ولا سيما في مدينة الشيخ مسكين، حيث يقوم الجيش الحر بالتصدي لقوات النظام المدعومة بقطاع جوي روسي وقوات برية طائفية. محمد الحراني لأخبار الآن درعا.
محمد الأخوراني معنا ولكن هذه المرة على الهواء مباشرة عبر الأقمار الصناعية من ريف درعا. أهلا بك محمد. محمد، ما الذي يحدث في الشيخ مسكين ولماذا كل هذا التركيز على هذه المدينة؟ واصلك الصوت؟ نعم. محمد أنت على الهواء محمد. محمد، ما الذي يحدث في الشيخ مسكين ولماذا هذا التركيز على هذه المدينة تحديدا؟ ما تزال مدينة الشيخ مسكين محمد تعرض لحملة شرسة من قوات النظام المدعومة بميليشيات إيرانية وحزب الله اللبناني، أيضا التي تحاول اقتحام المدينة من ثلاثة محاور منذ بداية الشهر الجاري. تتعرض المدينة لهجمة شرسة من قبل الطيران الروسي على العدوان الروسي على مدينة الشيخ مسكين، حيث وسائل الجبهة الجنوبية تقوم بالصد لقوات بالتصدي لتلك الهجمة من مدينة الشيخ مسكين لأهميتها الاستراتيجية. يسعى النظام أن يبسط سيطرته عليها. في جدير الذكر أن هذه العملية هي بتخطيط من القوات الروسية ودعم من الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني بقوات برية حتى استطيعوا الدخول إلى هذه المدينة. قامت فصائل الجبهة الجنوبية بتكبير قوات النظام المدعومة بهذه الميليشيات خسائر فادحة بالعتاد والقوى البشرية، حيث صرحت الصحف الموالية وبعض الوكالات الإعلامية التابعة للإيرانيين بمقتل ثمانية من جنرال الحرس الثوري الإيراني في مدينة الشيخ مسكين. طيب محمد، يعني بعد هذه الشهور الطويلة من التركيز على الشيخ مسكين، كيف هي أوضاع السكان في هذه المدينة تحديدا؟ محمد، مدينة الشيخ مسكين منذ قرابة 3 أشهر تشهد هجمة بالعدوان الروسي بقصف جوي مكثف وقصف مدفعي على المدينة. المدينة اليوم خالية من السكان بشكل كامل، فهي مدينة عسكرية تشهد اشتباكات على مدار 24 ساعة. فسكان المدينة الذين بلغ عددهم 30,000 نسمة هم مهجرين ونازحين إلى المناطق المجاورة الأكثر أمانا، منهم من وجد مكانا يأويهم، منهم من هاجر إلى خارج الحدود عبر مخيمات اللجوء في المملكة الأردنية الهاشمية أو المخيمات الداخلية في بريغا والعشة ومدينة نوى ومدينة طفس وتسيل. في الجدير بالذكر محمد أن أهالي مدينة الشيخ مسكين جراء هذه الحملة الشرسة لقوات النظام على هذه المدينة يعانون بأوضاع إنسانية جدا متردية في ظل هذا الشتاء البارد. وتحت المطر هناك الكثير منهم من وجدوا السهول هي مكانا آمنا لهم. أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية محمد الحوراني مراسل أخبار الآن في درعا وريفها. حملات سورية لإطلاق سراح ومعرفة مصير المعتقلين، التفاصيل في القسم الثاني من برنامجنا. أصدرت الأمم المتحدة تقريرا جديدا تحصي فيه عدد القتلى والجرحى وأعمال العنف التي جرت في العراق خلال 2 فقط، ونددت المنظمة الدولية في تقريرها بالآثار الخطيرة والكبيرة على المدنيين مع سقوط نحو 19,000 مدني ونحو 36,000 جريح، في حين بلغ عدد النازحين 3,200,000 شخص بينهم أكثر من 1,000,000 طفل. خفض تنظيم داعش رواتب مسلحيه بنسبة 50% مخصصا 100 يورو لكل مقاتل شهريا، وذلك بعد استهداف حقول النفط التي يحتلها من قبل التحالف الدولي. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم هذه المعلومات نقلا عن وثيقة قالت إنها صادرة عما يسمى بيت مال المسلمين في الرقة حيث يتمركز التنظيم في سوريا. وتنص الوثيقة على أنه بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها التنظيم تم إقرار تخفيض المبالغ التي تدفع للمقاتلين كافة إلى النصف، ولا يجوز استثناء أحد من هذا القرار مهما كان منصبه. قصفت طائرات دول التحالف العربي فجر اليوم مواقع تابعة لميليشيات الحوثي وصالح في العاصمة اليمنية صنعاء. وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت محيط معسكر تبت التلفزيون واستاد الثورة الرياضي ومحيط الاستاد وشمال غرب العاصمة، وسمع دوي انفجارات عنيفة بالتزامن مع القصف. كما استهدفت الغارات معسكر الفرقة الأولى مدرع ومعسكر الصيانة شمالا ومعسكر النهدين المطل على دار الرئاسة في جنوب صنعاء وموقع للميليشيات خلف الصالة الرياضية وسط العاصمة.
أعلن يوم الثلاثاء تشكيل حكومة ليبية جديدة للوفاق الوطني تهدف إلى توحيد الأطراف المتحاربة في البلاد بمقتضى خطة تدعمها الأمم المتحدة. وأعلن مجلس رئاسي تشكل بموجب الخطة ومقره تونس أسماء 32 وزيرا. وكان المجلس قد أرجأ الإعلان عن التشكيل الحكومي ل 48 ساعة وسط تقارير عن خلافات بشأن توزيع الحقائب الوزارية. أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني أن بلاده ستستعيد 32 مليار دولار من أموالها المجمدة في المصارف الدولية مع رفع العقوبات الاقتصادية والمالية عنها إثر دخول الاتفاق حول ملفها النووي حيز التنفيذ. وأوضح سيف في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي بأن 28 مليارا و100 مليون دولار من الأرصدة المفرج عنها تتعلق بالبنك المركزي مقابل 4 مليارات ونصف المليار دولار للحكومة. عجز العديد من المستخدمين في الدخول إلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب عطل فني أدى إلى حجب الموقع واستبداله برسالة تقول خطأ في الصفحة. وطالت المشكلة مستخدمي موقع تويتر من خلال الهاتف المحمول الذين لم يتمكنوا من قراءة أو كتابة أي تغريدات على الشبكة والتي يستخدمها أكثر من 300 مليون مستخدم نشط. واتجه بعض المستخدمين إلى موقع فيسبوك للشكوى عن العطل الذي أصاب موقع تويتر. مشاهدين، انقسامات في جبهة النصرة، التفاصيل لهذا الخبر بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. تتجه المفاوضات حول سوريا التي كانت مقررة في 25 من يناير نحو التأجيل، فقد كشفت الأمم المتحدة أنها لن توجه دعوات لحضور المباحثات بين النظام السوري والمعارضة لحين اتفاق القوى الكبرى التي ترعى عملية السلام على ممثلي الفصائل المعارضة المقرر حضورهم. يبدو أن الأيام القليلة الفاصلة عن اجتماع جنيف 3 تواجه عقبات هائلة، أهمها تمثيل المعارضة ورفض موسكو وحلفائها قائمة الرياض التي تحددت في اجتماعات لقوى المعارضة في العاصمة السعودية، حيث لفت السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إلى وجود خلافات كبيرة حول تشكيل وفد المعارضة، بينما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه حين تصل الدول التي تقود عملية المجموعة الدولية لدعم سوريا إلى تفاهم لتحديد من توجه لهم دعوات من المعارضة، ستواصل الأمم المتحدة توجيه دعوات داعية القوى الكبرى إلى الاتفاق سريعا على تشكيل وفد المعارضة السورية إلى محادثات السلام المرتقبة أواخر الشهر الجاري في جنيف، وذلك لتجنب تأخير بدئها. وبحسب خريطة الطريق التي اتفق عليها في فيينا في نوفمبر الماضي بمشاركة 17 دولة، فإن العملية السياسية ستبدأ بالاتفاق على وقف إطلاق النار ثم تشكيل حكومة انتقالية تليها انتخابات رئاسية. ومن العقبات الأخرى التي تواجه جنيف 3 هي أن أكثر الغارات الروسية هي ضد أهداف تابعة للمعارضة السورية ولا تستهدف داعش. وبحسب سفير بريطانيا في الأمم المتحدة فإن الغارات الروسية تضعف محادثات السلام وتقوي النظام، لافتا إلى أن داعش يستغل الفوضى في سوريا. وكان وسيط الأمم المتحدة ستيفان دي مستورا قد قدم عرضا للاستعدادات لمحادثات جنيف لأعضاء مجلس الأمن، معربا عن أمله في أن يتخذ طرفان النزاع إجراءات حسنينية ووضع حد لتجويع وقصف السوريين، مؤكدا أن بشار الأسد مسؤول عن قتل آلاف السوريين وتشريد الملايين من سوريا. إذ تهدف هذه التحركات الدولية على حد تعبير ديمستورا إلى تحرير سوريا من جميع القوى الأجنبية المنتشرة على أراضيها بما في ذلك الروسية منها والإيرانية. مشاهدينا، للحديث أكثر حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب من إسطنبول بالأستاذ سمير نشار، وهو رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق وعضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. أهلا ومرحبا بك سيد سمير. سيد سمير، يعني بداية، هل نتجه إلى تأجيل المفاوضات مجددا بين المعارضة والنظام، وما السبب في هذا التأجيل؟ ربما هذا سيتوقف على الاجتماع الذي سوف يعقد غدا بين وزير خارجية الروسي ولافروف والوزير خارجية الأمريكي كيري. روسيا تحاول وبإصرار
فرض شروط تعجيزية على وفد المعارضة الذي أنتجه مؤتمر الرياض، وذلك بفرض أسماء بعض الشخصيات التي لم تشارك في مؤتمر الرياض والتي هي محسوبة أقرب إلى النظام منها إلى المعارضة. رفض الهيئة العليا لإدارة المفاوضات أبلغ السيد ديمستورا أن هذه الأسماء غير مقبولة بالنسبة لوفد الهيئة العليا التي انبثقت عن مؤتمر الرياض، وبالتالي إذا أصرت روسيا على فرض هذه الأسماء يعني أن المؤتمر سوف يؤجل المفاوضات المرتقبة في 25 جنيف. إذا أزالت روسيا هذا الشرط عليها أيضا أن تنفذ في إجراءات حسن النية بالتنسيق مع النظام وقف القصف ووقف الحصار للمدن والبلدات المحاصرة خاصة في غوطة دمشق والتي تعتبر مدينة مضايا نموذجا للمجاعة التي تحصل عليها في البلدات السورية، سواء كان ليس فقط في مضايا الزبداني، وادي بردة، بقين، معظمية الشام، دارية، التل، كل هذه البلدات محاصرة حصار لا أخلاقي لا إنساني من قبل النظام السوري، يعتمد سياسة التجويع مقابل تركيع السكان الذين خرجوا في الثورة ومطالبين بالحرية وبالكرامة وبإسقاط النظام السوري. طب إلى أي درجة هذا ما يحصل على الأرض دوما، خصوصا من سياسة التجويع والقصف الروسي المستمر والدائم على المدن السورية، إلى أي درجة يؤخر أي مفاوضات من المزمع أن تعقد؟ هذه الرسالة تبلغها السيد ديمستورا الوسيط الدولي من السيد الدكتور رياض حجاب في الاجتماع الذي جرى منذ أسبوع في مدينة الرياض بحضور أعضاء الهيئة العليا لإدارة المفاوضات. طلب السيد الدكتور رياض حجاب من السيد ديمستورا وبحضور جميع أعضاء هيئة العليا لإدارة المفاوضات وقف القصف كما نصت المادة 12 و13 من القرار 2254 وهو قرار مجلس الأمن الذي بموجبه تلتئم مفاوضات جنيف بوقف الحصار تنفيذا كأجراء حسن النية تنفيذا لهذا القرار كما نص عليها القرار الدولي. وهذه ليست موضوع مفاوضات، لا يمكن للسوريين وللمعارضة أن تذهب إلى مفاوضات جنيف للمفاوضات على إدخال حليب الأطفال أو إدخال المواد الغذائية للسكان السوريين الذين يمارس عليهم النظام السوري وميليشيات حزب الله عمليات تجويع وحصار ليس له مثيل في القرن 21. هذه إجراءات يجب أن يقوم بها النظام السوري وميليشيات حزب الله، وبالتالي هذه الرسالة مبلغة إلى سيد ديمستورا الذي عليه أن يبلغها للروس وللقوى الدولية الأخرى. سيد سمير، هناك من يقول إن الأسد يحاول دائما إفشال هذه المفاوضات أن تتم في وقتها كسب المزيد من الوقت لكسب المزيد من المساحات على الأرض، تكثيف الضربات وكسب مساحات على الأرض لكي يشكل ورقة ضغط على الثوار في هذه، ولكي يكون هناك ورقة ضغط بيده على الثوار في هذه المفاوضات، وما حصل في مضايا أيضا كان في هذا السياق. ما تعليقك على هذا القول؟ هذا صحيح، هناك معارك دائرة حاليا، حقق بعض التقدم قوات النظام السوري سواء كان في الريف الشمالي للاذقية أو في الريف الجنوبي في حلب أو في درعا في الجنوب في الشيخ مسكين، لكن المعارك دائرة. والأخبار الواردة حديثا من الساحل الثوار سوف يردون على أعقابهم قوات الأسد والميليشيات الشيعية، وسوف نسمع أخبارا
طيبة بإذن الله في الساعات القادمة. السوار في معركة رص الصفوف في شمال اللاذقية يحققون إنجازات وتقدم كبير، سوف كما ذكرت نسمع أخبار طيبة، وسوف تخيب آمال بشار الأسد ومن خلفه روسيا وميليشيات حزب الله في أن يحقق تقدم قبل المفاوضات المتوقعة، الذي هو فعلا يبني آمال بتحقيق إنجازات على الأرض، إنجازات عسكرية في لإضعاف موقف المعارضة في المحادثات المتوقعة إذا حصل. شكرا جزيلا لك سيد سمير، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من إسطنبول عبر الأقمار الصناعية الأستاذ سمير نشار عضو الائتلاف السوري، شكرا لك. الألاف من ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري من السوريين باتوا أرقاما ضمن إحصاءات الحرب التي تعيشها سوريا منذ 5 سنوات، لكن منظمات وجمعيات مختصة تحاول جاهدة التوصل لمعلومات عن هؤلاء والمطالبة بهم وإنهاء حصارهم وإنهاء معاناة ذويهم بفقدانهم. المزيد في التقرير التالي من ريف إدلب وحلب. بدنا إياهن هي الحملة التي أطلقتها منظمة كشملك للمطالبة بضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي في مناطق الشمال السوري المحرر، حيث تتعاون المنظمة مع مركز هوية بلد الفاعل في مناطق الشمال ولا سيما حلب لإتمام الحملة بهدف توثيق حالات الاختفاء والاعتقال وإنشاء قاعدة بيانات موثقة لدى منظمة العفو الدولية. من أهداف حملتنا أنه نحن نجمع قاعدة بيانات للمنطقة اللي نحن عم نوثق فيها، نجمع قاعدة لأنه لحد الآن ما في قاعدة بيانات موحدة للانتهاكات اللي ارتكب النظام السوري والطيران الروسي بالمنطقة اللي نحن عم نوثق فيها، كمان هذا من أهداف حملتنا. وتهدف الحملة أيضا إلى التذكير بالمعتقلين من خلال حملة دعائية مرفقة طالت الشوارع والجدران في مختلف أحياء المناطق المحررة، كما تضمنت الحملة عرضا للفيلم التوثيقي اللبناني لا عايشين ولا ميتين الذي يروي قصصا لمفقودين لبنانيين على لسان أهلهم وذويهم في محاكاة لما يعانيه ذوي المعتقلين والمختفين السوريين. وبحسب القائمين على الحملة واستبيانات ميدانية أولية أجروها في الشمال شملت 800 أسرة سورية تظهر وجود 172 معتقلا و49 مفقودا معظمهم يقف النظام السوري وراء اختفائهم بنسبة 96%. هلا من فترة 3 سنين كنا ندفع مصاري عشان نعرف انه وين المعتقل موجود او نحسن زيارة له، بس هلا الوضع تغير، ندفع مصاري كتير لنعرف انه المعتقل عايش ولا ميت وين سجن، ما عم نحسن، عم ناخذ الاخبار كله كذب كذب. وتقول منظمة العفو الدولية أن عدد المعتقلين والمختفين قسريا في سوريا قد بلغ 65,000 ضحية حتى الآن، فيما يؤكد ناشطون وحقوقيون سوريون بأن الرقم أضعف ذلك بكثير. للحديث حول هذا الموضوع معنا من مرسين في تركيا أيهم صقر، وهو معارض ومعتقل سابق لدى النظام السوري. أهلا ومرحبا بك سيد أيهم. سيد أيهم، هل فعلا بات المختفي في سوريا مجرد رقم؟ أهلا، مساء الخير صديق الكريم، مساء الخير لقناة الآن. مساء النور. بشكل عام حقيقة المسألة تجاوزت مئات الآلاف من المعتقلين، هل هي حقيقة أصبحت رقم؟ بل المسألة أصبحت غير واضحة بشكل عام، فنحن عندنا آلاف من الحواجز، آلاف من السكنات العسكرية والقطع العسكرية، وكل قطعة وكل حاجز هناك معتقل وهناك سجن، فحقيقة نحن رقم بشكل دقيق، لا يوجد عندنا رقم دقيق للمعتقلين. الأرقام اللي نحن قدرنا حقيقة نجمعها أكثر من 600,000 معتقل موجودين مختفيين على مستوى الخريطة السورية، فبشكل عام أصبحت أرقام والنظام يستخدمها كورقة للتفاوض مثل حصار مضايا أو حصار زمداني، فأصبحت ورقة قوية بيد النظام العوائل والأسرى اللي نحن فقدناه كلات الموجودين عنده، فهو حقيقة النظام نفسه وأفرض مخابرات تبعه ما بتعرف الأرقام الموجودة عنده، لأنه نحن مثل خبرتك سابقا أن بكل منطقة بكل حي
بكل حاجز عنا سجين وعنا فكثير احنا فقدنا الاف الاسر السوريين شباب ونساء والى اخره. فبشكل عام يعني حزب الله حتى عنده سجونه في بعض القوى الفلسطينيه مثل احمد جبريل كمان عنده سجونه. فحقيقه هي المساله يعني تجاوزت مساله انه الاعتقال التعسفي لانه المساله اصبحت مرتبطه بالمساومه لضد النظام مثل مضايا ومثل فالمساله هون نحن بنعول كثير ونحن في تمنيات حقيقه نعم. على المعارضه وفريق المفاوض مستقبلا نحن بنكون عنده شرط مبدئي اطلاق او استبيان حقيقه لهدول الشباب المفقودين والعوائل اللي نحن موجودين عند النظام. ما هي ابرز الجهات التي تقوم بهذه الاعتقالات والاختفاء القسري؟ هناك النظام السوري اكيد، لكن ايضا من هي الجهات في سوريا التي تقوم بهذه الاعتقالات؟ صديقي العزيز، فنحن عندنا بسوريا ما عاد في عندنا نحن عندنا فريقين، فريق مجموعه من العصابات وقطاعين الطرق ونسميهم نحن بالعاميين والشلاحين. فهذول بشكل عام نحن يعني في عندك النظام وافرع الامنيين، في عندك الشبيحه، في عندك ما بعرف بقيه الاحزاب المواليه الحزب السوري القومي الاجتماعي وعندك حزب البعث وكل فريق من هذول وكل مجموعه عنده سجون وعندهم معتقلهم. طيب. وقدنا نحن الكثير نحن بعيدا عن سجون النظام وعن محاكمه يعني. فبشكل عام المساله ما اصبحت ارقام، نحن عندنا تقريبا اكثر من 600 الف مفقود نساء ورجال مغيبين من اكثر من 3-4 سنوات. فبشكل عام نحن المساله تجاوزت حقيقه بعثاتنا بهي يعني. هل هناك محاكمات تتم لهؤلاء الذين يزجون بالسجون؟ هل هم يعرفون لماذا اعتقلوا؟ صديقي الكريم، الاعتقالات هي مساله كيديه مرتبطه بمنطقه محرره، الاعتقالات طائفيه مرتبطه بطائفه معينه، الاعتقالات مناطقيه مرتبطه باي منطقه تخرج عن سيطره النظام يتم اعتقال شبابها او العوائل المارقة على الحواجز أو موجودة بمنطقة تانية. فالمسألة ما أنا مرتبطة ولا بأنه والله معارض أو موالاة، مسألة مرتبطة بهذا الشخص ينتمي إلى طائفة ينتمي إلى منطقة خارج على سيطرة النظام أو طائفة تعادي هذا النظام. فبشكل طيب. عام نحن تفضل أستاذ. نعم. طيب سيد أيهم، يعني هناك يعني العديد من المتابعين يقولون أن الاختفاء القسري يعتبر جريمة مضاعفة، لما له من آثار على أهل الضحية وليس على الضحية فقط؟ يعني حتى في الأمور الشرعية هم لا يعرفون هو ميت ولا هو حي، هل زوجته على ذمته أم هو قد مات، أولاده هل لهم ميراث منه؟ يعني هناك العديد من الأمور الاجتماعية والدينية معلقة تبقى لأن هذا الشخص مختفي قسريا في سجون النظام. ما تعليقك؟ حقيقة ساعات بدنا نحكي نحن على الاعتقال التعسفي، ممكن نحن كنا نحكي على الاعتقال التعسفي قبل 2011 وقبل قيام الثورة، لأن الاعتقال التعسفي ضوابطه إنه ولو منظومة قانونية ممكن يكون الدولة والنظام في حالة حرب أو في كارثة طبيعية ممكن يصير فيها اعتقال تعسفي. هاي المسألة أكلت زرار عليه وشرب. نحن عم نحكي عن حالة اختطاف من الشوارع، اختطاف من المدن، من مدارس. المسألة تجاوزت الاعتقال التعسفي، المسألة أصبحت جريمة، جريمه بكل معنى الكلمه، تقوم فيها قطعان من الشبيحه، قطعان من ما بعرف شو بدك تسميه بشكل عام ينتمون الى هذا النظام. شايف كيف؟ مثلا انت بدك تراجع باي معتقل او اي مخطوف، فما في جهه انت تراجع، ما في جهه تحاكيها بهذه المساله. فالمساله مرتبطه، كل 10 اشخاص عنده سجن، كل سكن عسكري عنده سجن، فانت مين بدك تراجع؟ مين بدك تخاطب بهذه المساله؟ المساله حتى صدقني يا اخي الكريم اكبر من الامم المتحده والمجتمع الدولي، لانه نحن فقدنا الاف الاسر، يعني حتى النظام ما بيعرف شو في عنده وتغاليم. بشكل عام نحن عندنا كثير قتلوا على الطرقات، رموا بابار، فقدناهم بمناطق يعني الباديه السوريه مليئه بالابار ومليئه بالمعتقلين عند النظام اللي كلياتهم حقيقه تخلص منهم لانه صاروا عبء الكم الهائل من المعتقلين اللي موجودين عبء عليه، فبشكل عام تخلص منهم. انا اشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من مرسين، ايهم صقر المعارض والمعتقل السابق لدى نظام الاسد. مشاهدينا استوديو الآن يستمر معكم وبعد الفاصل تتابعون فيه. بعد رفع العقوبات عنها إيران تقرر زيادة إنتاجها النفطي.
أهلا بكم من جديد. توقعت الوكالة الدولية للطاقة تراجعا إضافيا لأسعار النفط هذه السنة بسبب عودة إيران إلى السوق النفطية بعد رفع العقوبات الدولية عنها، خاصة وأنها ستعوض عن أي خفض في الإنتاج قد تقرره دول أخرى. في أول خطوة تقوم بها طهران للاستفادة دون تأخير من دخول الاتفاق النووي حيز التطبيق ورفع العقوبات الغربية عنها، قررت حكومة الرئيس حسن روحاني زيادة إنتاجها النفطي بمعدل 500,000 برميل يومياً، وهو ما يعني نية طهران تعويض خسارتها المتراكمة منذ سنوات. إيران التي تمتلك رابع احتياطيا نفطيا في العالم وثاني احتياط عالمي من الغاز الطبيعي، تنتج حاليا 2,800,000 برميل يوميا، وتصدر أكثر من 1,000,000 برميل، وهو ما يجعلها وفق المراقبين قادرة على أن تلعب دورا حاسما في سوق الطاقة في الفترة الراهنة والمستقبلية، خاصة أنها تعتزم الإسراع في زيادة إنتاجها بهدف التوصل إلى إنتاج 4,200,000 برميل في أواخر العام الجاري. طهران التي تنتج أيضاً 600,000,000 متر مكعب من الغاز يومياً للاستهلاك الداخلي بأكملها تقريباً، تطمح إلى جذب $25 مليار من الاستثمارات النفطية والغازية بفضل نمط من العقود سبق وكشفت عنه في 22 نوفمبر الماضي أثناء اجتماع ضم كل فعاليات القطاع في طهران. تصريحات حكومية أشارت إلى أن قطاع الطاقة الإيراني يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة بعد عودة البلاد إلى الاقتصاد الدولي، وأن إسبانيا قادرة على تقديم يد العون. فبعد يوم فقط من رفع العقوبات الاقتصادية، بحثت إيران مع إسبانيا بناء مصفاة نفط عند مضيق جبل طارق ضمن صفقات عديدة بين البلدين، سيسمح العقد من خلالها للشركات الأجنبية بأن تكون مشاركة في مرحلة الإنتاج وليس فقط في مرحلة التنقيب، ولكن في إطار شركات مختلطة يعود 51% من حصصها لشريك إيراني. كل هذه التطورات في قطاع النفط الإيراني تتزامن مع توقعات أوبك أن تسجل إمدادات المعروض من الدول غير الأعضاء هبوطاً أكبر من المتوقع هذا العام جراء انهيار أسعار الخام، ما سيعزز الطلب على نفط المنظمة. وقالت أوبك في تقرير إن المعروض من خارجها سينخفض بواقع 660,000 برميل يوميا في عام 2016 بقيادة الولايات المتحدة، وتوقعت المنظمة الشهر الماضي انخفاض المعروض من خارجها بواقع 380,000 برميل يوميا، غير أن تقرير أوبك لم يتناول أثر الإمدادات الناتجة عن رفع العقوبات الغربية عن إيران التي قالت إنها ستزيد إنتاجها 500,000 برميل يوميا، وهو ما سيسد معظم الفراغ الذي ستتركه الدول غير الأعضاء في أوبك. كشف مصدر مقرب من قيادات جبهة النصرة لأخبار الآن عن مدى التصدع داخل الجبهة بسبب تدخلات قيادة القاعدة المستمرة في إدارة النصرة، وأوضح المصدر أن جبهة النصرة تدار فعليا من قبل مندوبين غير سوريين مرسلين من قبل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. وأوضح المصدر أيضا أن الجبهة تشهد انقساما داخليا بين قادتها ومنظريها بسبب طريقة تعامل الجبهة مع داعش والفصائل المقاتلة الأخرى، فضلا عن ذلك تشهد الجبهة مزيدا من نفوذ المقاتلين الناطقين بالروسية خاصة بعد العدوان الروسي على سوريا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. منذ دخول جبهة النصرة إلى مشهد الصراع المسلح على الأرض السورية، أعلنت أن أهدافها ستكون منصبة على قتال النظام على مختلف الجبهات. وبالرغم من احتواء النصرة كثيرا من المقاتلين الأجانب، إلا أنها حاولت دوما عبر إعلامها وتصريحات قادتها إطفاء الطابع السوري على توجهها وإبرازه. أهل سوريا هم أهلنا وعزوتنا وأحبتنا، نقول لهم ما قال أميرنا وشيخنا. ولكن تبعيتها للقاعدة جعلت من مسايرة ذلك أمرا صعبا. هذا ما أكدته مصادر مقربة من قيادات النصرة لأخبار الآن. فعلى الصعيد الداخلي تشهد الجبهة مزيدا من التصدعات بسبب اختلاف التوجهات الفكرية بين كثير من قادتها ومنظريها، في حين يحاول الفريق الأشد تطرفا في النصرة التقارب مع داعش، يسعى آخرون إلى تعميق التقارب مع الجيش الحر وفصائل أخرى مقاتلة في سوريا، الأمر الذي لا يتوافق مع منهج القاعدة.
ربما هذا ما دفع بالظواهر إلى إرسال مبعوثه سيف العدل المصري من إيران إلى سوريا لتوجيه مسار النصرة بما يتوافق أكثر مع توجه القاعدة وفق ما نقلته وسائل إعلامية. لكن مؤكد أن الجولاني لا يتمتع باستقلالية اتخاذ القرار، ومن المؤكد أيضا أن الجبهة يديرها مندوبون غير سوريين أرسلهم الظواهر وفق ما أفاد مصدر مقرب من قيادات الجبهة لأخبار الآن. عدا عن ذلك، أثر دخول روسيا الفعلي إلى الساحة السورية في توجه المقاتلين الناطقين بالروسية ضمن النصرة وتحالفاتها، فبينما يريد القادة السوريون داخل النصرة صرف الاهتمام إلى محاربة النظام في جبهات مفتوحة بالفعل، يسعى المقاتلون القوقازيون إلى الانتقام من روسيا وضرب الأهداف الروسية فضلا عن التمركز في جبهة الساحل والشمال السوري حيث القواعد الروسية. المقاتلون الروس قوة لا يستهان بها داخل النصرة وتحالفاتها، فجيش المهاجرين والأنصار الذي كان يقوده أبو عمر الشيشاني قبل التحاقه بداعش مصطحبا معه مقاتلين موالين له، بينما بقي المقاتلون ذو الولاء لما تعرف بإمارة القوقاز الإسلامية المبايعة لتنظيم القاعدة ضمن صفوف النصرة بقيادة صلاح الدين الشيشاني، قبل أن ينفصل ومجموعة من المقاتلين عن النصرة ليقوموا بعمليات مستقلة، ولكن ضمن إطار التعاون والتنسيق التام مع النصرة على مختلف الجبهات. ولا يقتصر الأمر على جيش الأنصار والمجاهدين، فهناك فصائل عدة أعلنت انضواءها تحت إمرة النصرة، خاصة بعد العدوان الروسي على سوريا، ويقدر عدد جنود تلك الفصائل بالآلاف كلهم من الناطقين بالروسية. أهم تلك الفصائل كتيبة التوحيد والجهاد وجماعة القرم الشيشانية وسرايا الميعاد، فضلا عن كتيبة سيف الله الشيشاني التي من المتوقع أن تجمع كافة الفصائل الناطقة بالروسية ضمن كتيبة واحدة وفق ما أفاد مصدر من النصرة لوسائل إعلامية. وإلى جانب الكتائب السابقة التي بايعت النصرة، تشهد مدن الشمال والساحل السوري انتشارا لمقاتلي كتائب قوقازية أخرى موالية للنصرة، منها كتيبة جند القوقاز بقيادة عبد الحكيم الشيشاني وكتيبة جند الشام بقيادة مسلم الشيشاني، فضلا عن كتيبة الإمام البخاري ذات الحضور القوي في المعارك وإمارة القوقاز الإسلامية وبعض الفصائل الصغيرة. تواصل ميليشيات المتمردين الحوثيين والموالين لهم من قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح احتجاز 100 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية سيرها برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الهجرة الدولية والحيلولة دون وصول المساعدات تلك إلى محافظة تعز المحاصرة. وقال وزير الإدارة المحلية رئيس لجنة الإغاثة عبد الرقيب فتح إن كل المحاولات من منظمات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإغاثية إلى محافظة تعز باءت بالفشل، باستثناء عمليات الإنزال الجوية التي قام بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي تمكن من خلالها من كسر الحصار عن المدينة. أكد نائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اليمني في رد على سؤال لأخبار الآن أن اليمن اليوم يواجه إرهابا دخيلا بأشكال متعددة هدفه سفك الدماء وقتل الأبرياء وتدمير المدن وإقلاق السكينة العامة، والذي يشكل كثيرا من الخطر على المناطق المحررة في الوقت الذي تؤمن بطشه ميليشيا الانقلاب من جماعة الحوثي وصالح. كنا سابقا نعاني من فكر الضال من طرف معين، ولكن الآن في اليمن أصبح لدينا فكرين ضالين للأسف الشديد، القاعدة تطرف بشقيه للأسف الشديد. هذا ما أوصلنا لهذه النتائج اليوم، هو الفكر الضال، أكان على مستوى ما يسمى بأنصار الشريعة أو القاعدة أو داعش أو أنصار الله أو ما يدعون أنهم أنصار الله الحوثيين. فكل فكر ضال ينتج هذه النتائج السلبية ويأخذ المجتمعات إلى فترات طويلة إلى الخلف. الآن تعلمنا من التجارب،
أعتقد أنها وصلنا جميعا في اليمن كمجتمع بشكل كامل وكأشقاء من حولنا بأنها بقاء الفكر الضال حتى بنبتته الصغيرة ممكن ينمو ويتحول إلى 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 شيء كارثي في المستقبل. فلذلك يجب أن تكون نظرتنا بالقضاء على الفكر الضال بكل أطرافه. هذه خلاص قاعدة تحدثنا في بياننا اليوم بأنه لا مناص من مقاومة الفكر الضال بأي شكل من الأشكال تحت أي مسميات دينية أو إيديولوجية أو غير. أي فكر ضال يدعو إلى التدمير فنحن لن نكون معه بالمطلق. وهذا اتجاه رسمناه أنفسنا في اليمن ورسمه أشقائنا معنا كذلك. وأعتقد أنه هذا الاتجاه العام. موضوع الإعمار لن يكون سهلا، يعني ربما تواجدنا نحن في فترات في عدن وبإذن الله قريبا سوف نتجه إلى عدن ونعرف أنه حنتحدث عن محافظة واحدة من أصل 22 محافظة. مستوى دمار لا يمكن يصدق العقل، مستوى دمار لا يمكن يصدق العقل، يعني شيء لا يمكن خرافي في خلال عام. تدمير ليس فقط عندما نتحدث عن الإعمار بشقه المادي، ولكن التدمير في النسيج الاجتماعي هو أكثر تحدي سوف يكون لليمن في المستقبل الحالي والقريب. فلذلك نحن نقول بعزيمتنا بإذن الله في اليمن، بعزيمة أشقائنا والمجتمع الدولي أن نتجاوز ذلك. الحروب ليست يعني أول مرة يعني تبدأ في اليمن، وهناك تاريخ من الحروب في الدول، ولكن هذه الحروب أن الدول تقوم من بعد تجارب مريرة من بعد هذه الحروب بشكل أفضل إن شاء الله. فعزائمنا أكبر بنا أو بأشقائنا أن نتجاوز هذه المرحلة بإذن الله. أتمنى الخير لليمن وأتمنى الخير لكل الأقليم إن شاء الله. فنحن في إطار محنة ابتلينا فيها، ولكن بإذن الله بعزم الرجال والنساء نتجاوز هذه المحنة إن شاء الله. مع توالي التنديدات بالعنف الطائفي الذي تشهده محافظة ديالى على يد ميليشيات الحشد الشعبي، توجه رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إلى قضاء المقدادية الذي شهد أحداثا طائفية مختلفة. المزيد حول المشهد في محافظة ديالى في سياق التقرير التالي. باتت مطالب الأهالي في محافظة ديالى العراقية تتصاعد شيئا فشيئا مع استمرار الانتهاكات التي يمارسها أفراد من الحشد الشعبي بحق أهالي المحافظة، وفي ظل صمت عربي وأممي غير مبرر يعجز عن وقف تلك الانتهاكات. ألم يكفي خطر داعش على العراقيين حتى يحاطوا بخطر آخر جاء على أساس حمايتهم ورعايتهم وطرد داعش من مناطقهم، إلا أن ممارساتهم لم تختلف تماما عن أعمال داعش الإرهابية، فقتلوا فور دخولهم المدينة 100 من شبابها ودمروا 10 من مساجدها دون أي رادع أخلاقي سوى أنها تنتمي إلى أحزاب سياسية متنفذة توفر لها غطاء قانونيا لتنفيذ أعمالها الإجرامية على الأرض وفق ما يقول نواب عراقيون. ميليشيات متنفذة، يعني الأزمة السياسية لبعض الأحزاب هي واضحة أنها تكون لها ولها حضور في قضاء المقدادية، وهذا واضح والحكومة تعلم جيدا من يقوم بهذه الأعمال، وأن الترويع والترهيب الذي تقوم به هذه الميليشيات يعني أصبحت واضحة وعلى مرأى الجميع، وحتى المرجعية اعترفت بها، وحتى كثير من المرجعيات أيضا دمدت بعض الفصائل المسلحة لأنها أصبحت يعني تجوف في وضح النهار. تلك الانتهاكات جعلت ممثلي المكون السياسي في ديالى يسعون إلى نقل تلك المعاناة إلى دول العالم من أجل إيقاف حملات الإبادة التي ترتكبها هذه الميليشيات. فأعلن أعضاء تحالف القوى السنية مقاطعة البرلمان ومجلس الوزراء خلال الجلستين المقبلتين، وطالبت من الممثل الأممي في العراق بأن يبدأ في إجراءات طلب الحماية الدولية. طالبنا بموقف سياسي موحد بالنسبة إلى الكتلة، وكانت من ضمن هذه المواقف التي حددناها أولا هي مقاطعة الجلسات بالنسبة إلى مجلس النواب، وكذلك الكتلة الوزارية أيضا تقاطع مجلس الوزراء، وهذا يعني أولى الخطوات. هناك خطوات أخرى إضافة إلى المشاورات وإلى مطالبة الحكومة المركزية بإيجاد حل واضح وصورة واضحة لما يحدث في محافظة ديالى، نزع السلاح في محافظة ديالى وحصرها بيد القوات الأمنية الموجودة. منظمة هيومن رايتس ووتش خرجت عن صمتها وقالت إن الميليشيات بدأت بمضايقة السكان السنة في ديالى ونفذت هجمات بحقهم، وبات العديد من الأسر إما مشردة أو ممنوعة من العودة إلى ديارها. وأضافت المنظمة إن الهجمات في مدينة المقدادية على ما يبدو تشكل جزءا من حملة الميليشيات لتهجير السكان من المناطق السنية والمختلطة طائفيا. الآن إلى فاصل مشاهدينا، وبعد الفاصل نتابع. أكثر من 2.5 مليون جنين ماتوا العام الماضي، الأسباب بعد قليل.
أهلا بكم من جديد. أثبتت دراسة بريطانية حديثة أنه في سنة 2015 أو 15 ولد أكثر من 2.5 مليون جنين ميت، ونصف حالات موت الأجنة حدثت خلال عملية الولادة. ووصفت الدراسة أن هذا أمر مخيف. التقرير مع زميلة منى عواد فيه المزيد. شهد العالم ولادة أكثر من 2.5 مليون جنين ميت السنة الماضية وفق دراسة حديثة. وأوضحت الدراسة أن نصف هذه الأجنة ماتت خلال الولادة. تحت عنوان القاتل الصامت نشرت نتائج 5 دراسات في تقرير واحد في مجلة لانست العلمية. وأحصت الدراسة ولادة الأجنة الميتة قبل 3 أشهر من موعد الولادة أو بعد 28 يوما من مدة الحمل. ووجدت الدراسة أن إطالة مدة الحمل وتأجيل موعد الولادة عدة أيام بعد الموعد المتوقع للولادة كانا السبب الأول لولادة الأجنة الميتة بمقدار 14%. وأضافت الدراسة أن 10% من الأسباب التي تؤدي إلى ولادة أجنة ميتة يعود إلى سوء التغذية والإصابة بالبدانة أو التدخين، فضلا عن الإصابة بالسكري والسرطان والأمراض القلبية. ووجدت الدراسة أن الإصابة بمرض الملاريا يشكل 7% من أسباب ولادة أجنة ميتة. وتنبأت الدراسات بأن دول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا تحتاج إلى أكثر من 100 سنة على أقل تقدير حتى تصبح معدلات ولادة أطفال أحياء مشابهة لنظيراتها في الدول المتطورة. وأشارت الدراسة إلى أن باكستان تتصدر أعلى معدل في نسبة ولادة الأجنة الميتة في العالم. وأوضحت نتائج هذه الدراسة أن 98% من ولادة أجنة ميتة كانت في الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط. للحديث حول هذا الموضوع معنا من دبي الأستاذ الدكتور موسى الكردي، استشاري في مركز نوفر الطبي ورئيس الهيئة العربية العليا للرعاية الصحية. أهلا ومرحبا بك دكتور. دكتور، الدراسة التي رصدت موضوع موت الأجنة وصفت الرقم بالمخيف، ما تعليقك على هذا الرقم؟ حقيقة طبعا شكرا على الاستضافة وجزاكم الله خير. أهلا. الرقم مخيف 2.5 مليون، لكن إذا عرفنا أنه نسبة وفيات الأجنة في بريطانيا هي أقل من 0.5، عبارة عن 0.5 أو 0.47%. نعم. في حين أن ولادة الأجنة الميتة وموت الولدان هي بين 150 و300 ضعف ما هو عليه في بريطانيا، في الصحراء الغربية، في الأرياف، في كثير من الدول الأفريقية وأيضا بعض الدول العربية. هذا يقودنا إلى الأسباب. الغالبية العظمى هو ليس فقط سوء التغذية، لكن حقيقة قلة الثقافة، ارتفاع الضغط أثناء الحمل غير المراقب، النزوف في بدايات الحمل بتزيد من الإسقاط من الولادات الباكرة، والأجنة الصغيرة الحجم وتموت أثناء الولادة أو تموت قبل الولادة. المشكلة في الدراسة أو المشكلة الكبيرة أن نصف من يتوفى، نصفهم حوالي 1.25 لـ1.5 مليون يموتون أثناء الولادة بسبب صعوبات الولادة. وهذا هو المؤسف، لأن هذه الوفيات تقريبا كلها قابلة للمنع لو تطور طب التوليد في هذه الدول وهذه المجتمعات. هذا يعني أن الأفريقيات عندهم احتمال الولادة أو الوفاة أثناء الولادة أضعاف مضاعفة، حوالي 100 لـ200 ضعف ما هو عليه في أوروبا أو في أمريكا الشمالية. هذا قابل للمنع، لكن بالمقارنة القاتل الصامت التي أطلقت عليه الدراسة اللي هي ولادة الأجنة الميتة، حقيقة في عندنا دراسة أخرى في الهيئة العربية العليا لتطوير الرعاية الصحية اللي أنا رئيسها الدول العربية، نقدر وفيات الأخطاء الطبية للناس الكبار والأطفال حوالي 1.5 مليون إنسان. هذه حقيقة هي جريمة صامتة
ويجب أن تندرس الأخطاء الطبية ليس فقط في ولادة الأجنة الميتة اللي هي 2.5 مليون معظمهم في العالم الثالث 98% من العالم الثالث، لكن أيضا وفيات من الأخطاء الطبية. نعم، إذن ليس فقط السبب الوحيد هو الموت أثناء الولادة أو قبل الولادة، هناك الأخطاء الطبية. أنا أشكرك شكرا جزيلا من دبي، كنت معنا الأستاذ دكتور موسى الكردي استشاري في مركز هانوفر الطبي ورئيس الهيئة العربية العليا للرعاية الصحية. يجذب متحف السيارات الملكي في الأردن زوارا يتطلعون لرؤية مجموعته من السيارات الملكية التاريخية، ويعرض في المتحف أكثر من 60 سيارة و50 دراجة نارية، ويؤرخ معرض السيارات أحداثا تاريخية مرت بها المملكة الهاشمية. تأسس المتحف بال2003 بتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك عبد الله الثاني الله يطول بعمره، وكان ذلك تخليد لذكرى وفاة المغفور له الملك حسين طيب الله ثراه. المتحف بضم سيارات كلاسيكية نادرة ودراجات نارية، معظم هذه السيارات تحكي عن تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية من بداية عقد المغفور له الملك المؤسس ملك عبد الله الأول طيب الله ثراه وحتى عهد جلالة الملك عبد الله الثاني الله يطول بعمره. اليوم بالصدفة يعني أنا وأطفالي وقلنا نزور الحدائق الحسين، فبالمرة قد حدخل أشوف وتفاجأت بمتحف يعني عظيم، ومتاحف زي هذه نادرة في الوطن العربي، والحمد لله يعني استمتعنا بالنظر إلى السيارات هذه، ووجدت أنه خليط من السيارات جميع الموديلات القديمة. والله كل شيء فيه كويس بالمتحف، يعني في سيارة جلالة الملك المغفور إلى الحسين بن طلال، في الدراجات برضو، في شغلات كثيرة حلوة جدا جدا وبتجذب أنظار الناس حتى الكل يجي يزور هذا المتحف. للمزيد يمكنكم دائما مشاهدينا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا في ذات الموقع. الزميل أحمد رحاوي يلقاكم بنشرة مفصلة عند منتصف الليل بتوقيت السعودية.